بداية أنت عارف أنه هناك كرسي للعمل الخيري في جامعة أم القرى، ومن فعاليات هذا الكرسي هي الفعالية اللي نشوفها اليوم اللي هي تتعلق بدور نجوم الرياضة في ترسيخ العمل الإنساني والتطوعي لدى الشباب والشابات. فبدأت ولله الحمد الندوة، وشفنا كشائد مشاركة كبيرة جدا، إن كان من قطاع الشباب في الجامعة والشابات في مقر الطالبات في الزاهر، ومشاركة من كبيرة جدا من نجوم الرياضة مشكورين إنه تحملوا يعني عناء السفر وحضروا جامعة أم القرى من كثير من مناطق المملكة المترامية، وهذا الشيء يعني يشكروا عليه، وأنا أعتبره يعني واجب لهم كمان. كنت أنا مجتمع معهم هنا ووروني قديش حبهم لبلدهم وقديش حبهم لأي شباب بلدهم، قديش يعني محاولاتهم انهم ترسيخ كثير من القيم والمثل والتجارب اللي مروا بها كنجوم عالميين مثلوا المملكة في كثير من المحافل، ورفعوا رايتها ولله الحمد، راية لا إله إلا الله محمد رسول الله. وبدأت الآن طبعا يعني الورشة الأولى أو الجلسة الأولى اللي شارك فيها نجوم كبار زي الأخ ماجد عبد الله وبقية زملائه في الجلسة، وأنا أتصور أنه بإذن الله يعني راح يكون في نهاية هذا اليوم راح تكون الندوة هذه قدمت كثير من الرؤى والأفكار اللي تساعد الشباب على ترسيخ هذا العمل اللي هو موجود ولله الحمد أصلا في شبابنا وشاباتنا، على اعتبار المملكة العربية السعودية ولله الحمد بلد الحرمين، المملكة العربية السعودية ولله الحمد فيها مكة وفيها المدينة، وولد المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام على أرضها، مش الصحابة الكرام على ثراها، فكثير من الأشياء اللي الله سبحانه وتعالى أكرم هذه البلاد بها تدي مسؤولية كبيرة جدا على الشباب وعلى مسؤولي هذه البلاد. فيكفينا فخر يا أخي الكريم أنه قائدنا هو خادم للبيتين. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق خادم الحرمين الشريفين وولي عهد وولي العهد، وأن تكون هذه البلاد إن شاء الله دائما آمنة مطمئنة مستقرة بقيادتها وبشعبها. والله يحييكم في جامعة القرى. دكتور، ما هي أهداف هذه الندوة؟ والله أخي الكريم أنا قلت لك يعني هذه الندوة أنت عارف نجوم الرياضة والمنزل الكبير اللي موجودة في قلوب الشباب لهم، فمن هذا المنطلق تصغير هذه المحبة لهؤلاء النجوم كقدوة ومثل للشباب في تأصيل وغرس مفاهيم العمل الإنساني. دكتور، الآن عاصفة الحزن قوات المسلحة الجنوبية، هل هناك في رسالة معينة حاب توجهها؟ أنا يعني أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينصر خادم الحرمين الشريفين ويوفقه ويسدده القرارات الحكيمة اللي صدرت قيام هذه العاصفة لرد المعتدي على اليمن الشقيق. اليمن بلد جار لنا وأبناءه وشقائنا وأحبابنا ونملك ولله الحمد، على مر العصور قدمت كثير من المبادرات والمساعدات لليمن بدون منة أو بدون كبرياء، لأن احنا نعتبر اليمن جزء من هذه البلاد المباركة وهو جار عزيز علينا، وأي حاجة يعني تزعج هذا الشعب الكريم بالضرورة تنعكس على المملكة وعلى شقيقاتها دول الخليج والعالم العربي كله. فمن هذا المنطلق أنا أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق جنودنا وأن يوفق خادم الحرمين وحكومته وبقية الدول الشقيقة والصديقة المشاركة في هذا العمل الإنساني، إلا الهدف منه طبعا هو وحدة اليمن وصيانة أرضه ومساعدة شعبه، وإن شاء الله راح تتحقق الأهداف الجميلة اللي قامت. قائد المنتخب السعودي والنصر السابق الأسطورة ماجد عبد الله أيضا تحدث لكورة، لكن بعد هذا الفاصل، فاصل قصير ومن ثم نعود.